السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم اليوم عن طريقة لرسم الشعار من أي صورة موجودة أمامنا. نأخذ البنتول ونبدأ بالرسم. نحاول أن الرسم يكون خطي بدون أي منحنيات، نرسم خطوط فقط بهذا الشكل. نحول عشان نعرف أن هذه خارج الشكل، نبدأ نرسم هذه المنطقة. ممتاز. نخفي طبقة الصورة ونبدأ نرسم مثلث. الآن نرسم مثلث بهذا الشكل. بعد هذا المثلث نبدأ نرسم المثلثات. شوف، في حالة أن طلعت معك علامة الناقص معناته أنه هذا حذف الأنكر بوينت، بس اضغط على الشيفت عبي الأشكال كلها بالمثلثات. نضغط كتر الواي عشان تبين لنا الخطوط أكثر، عشان نتجنب الوقوع في فخ الفراغات. كذا نكون انتهينا من رسم المثلثات ونبدأ بتلوين الشكل. نعرض الصورة مرة ثانية، نحدد الشكل كامل، نروح لقائمة Object ونختار Live Paint ونختار Make. هذه الألوان اللي اخترناها للتصميم، منين حصلت على هذه الألوان؟ عشان تحصل على التدرجات اللونية تروح على جوجل من الموقع، تبحث على أي لون معين وليكن مثلا اللون البراون، تختار أي تدرج لوني. مثلا أنا بس عشان أوريك كيف تنقل التدرج اللوني إلى الإليستريتور، معك هذا اللون، هذا الرقم 16، تضغط على كوبي وترجع الالستريتور. هذا مثلا اللون، تختار على اللون الامامي نقرتين وتروح على الرقم هذا الاخير 26، تضغط لصق، بيتغير معك نفس اللون اللي موجود في الموقع. تكمل مع بقية الالوان كامل، تروح للون الثاني بنفس الطريقة على الرقم 26، كترال V. نبدأ الآن في تلوين الشكل. نختار أداة التلوين Live Paint Selection أو نضغط من لوحة المفاتيح على Shift زائد L. نختار المثلث المطلوب ونروح للون المطلوب، نضغط Alt، نضغط على اللون. مثلا المناطق الداكنة نبدأ نعطيها اللون الداكن.
نتابع عملية التلوين حتى ننتهي من تلوين كل المثلثات اللي مرسومة معنا. نرجع لأداة السليكشن ونختار الشكل. من قائمة أوبجكت نختار إكسباند، نلغي خيار ستروك ونضغط أوكي. نضغط على زر الماوس اليمين ونختار انجروب لإلغاء التجميع بين الحدود والشكل. نحذف طبقة الحدود ونتأكد أنه ما في فراغات في الرسم. من قائمة إيديت ننسخ الشكل كبي ونعمل له لصق في نفس المكان. نعطي النسخة التدرج اللوني الافتراضي ونغير الطبقة من نورمال إلى مالتي بلاي ونعطيها شفافية 70. نضع لمساتنا الأخيرة على الشعار، ندور الشكل ونعمل الاسم المناسب. إذا حبيت الفيديو اضغط زر الإعجاب ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.